ريم خليل ناشطة فلسطينية في المجال التنموي والاجتماعي، شغلت مناصب قيادية عدة، كان آخرها منصب المدير الإقليمي لمؤسسة دروسوس في فلسطين. ساهمت من خلال عملها في رسم السياسات والرؤى المتعلقة بمأسسة العمل الريادي والثقافي وتطوير البرامج المهنية التي تحاكي متطلبات سوق العمل. آمنت بقدرة الشباب على إحداث التغيير الإيجابي، ودعت من خلال عملها إلى أهمية التركيز على الفئات الأقل حظاً وتشجيعها على الاستقلال الاقتصادي والإبداع. اعتزت ريم بدورها كأم ليارا ودارا، وغرست فيهما قيم التطوع والمحبة والإيمان، وعملت جاهدة على تحقيق التوافق بين عملها الذي أحبت ودورها الأصيل كأم. حاصلة على بكالوريوس الهندسة المدنية في جامعة بير زيت في فلسطين، وعلى درجة الماجستير في الهندسة البيئية والموارد المائية في جامعة تكساس في أوستن، خاضت حربها ضد مرض السرطان بعزيمة وإيمان وصلابة وهي في أوائل الثلاثينات من العمر، وغادرت عالمنا فجر يوم الجمعة الموافق 24/12/2021. على قبرها في مدينة رام الله نقشت تلك العبارة: سنذكرها دوما إنسانة مؤمنة صادقة شامخة ورمزا للعطاء غير المحدود، ألهمت الكثيرين بفكرها وحبها لوطنها، وتركت أثرا طيبا حيثما حلت.